احنا لازم نقتل الجردان اللي تشتغل بالقاعدة. الله اكبر الله اكبر. رسوم متحركة مضحكة لمأساة مبكية تلم بلبنان. رسل الموت المزنرين بأحزمة ناسفة يتربصون بلبنان. في مقابلة خاصة لنا يطل هذا الشاب السوري من القلمون متوعدا شريحة من اللبنانيين. بإذن الله بهذا الحزام بإذن الله سننفذ بهذول الكفار بإذن الله تعالى. بإذن الله رب العالمين معنا. بهذا الحزام يا كفار بدنا نفجركم بإذن الله تعالى. الشهيد يشعر بقرصة. ومن مكان ما في لبنان يخبرنا صانع أحزمة ناسفة المزيد حول أداة القتل هذه. الحزام الناسف متكون من صاعق كورتكس مواد متفجرة وما يسمى باللغة العامية بالخردق. يتم تفجير الحزام عن طريق الصاعق. تسحب هذه الحلقة ومن ثم يفتح الصاعق فترة 5 أو 6 ثواني يفجر الصاعق ومن ثم تنتقل شرارة الانفجار عن طريق الكورتكس إلى الحزام ومن ثم يفجر. من يلبس هذه الأحزمة هم أشخاص ذوي أعمال خاصة أمنية. قد يعتبر البعض أننا نرتكب خطأً بإعطاء منبر لإرهابي يهدد شعبنا بالقتل، لكن الخطيئة ليست هنا. أن يكون لبنان مستهدفاً بأحزمة انتحاريين فتلك مصيبة، أما أم المصائب فهي أن يتم تصنيع الأحزمة القاتلة بسهولة الحصول على وجبة جاهزة. جولة سريعة على شبكة الإنترنت تكشف أن الدخول إلى مواقع إلكترونية تعلمك صناعة القنابل وتركيب المتفجرات متاحة دون حسيب ولا رقيب، علماً أن المتلقي وباعتقاده أنه بات خبير متفجرات يترك وحيداً ليتواجه مع الموت متسلحاً بيديه العاريتين وحدهما، غير عالم بأنه حتى الخبراء من أهل الاختصاص والخبرة يتعرضون لأخطر الحوادث خلال مهامهم تفكيك أدوات القتل هذه. هذه الفقرة إذن هي لتحديد مسؤوليات الأجهزة الأمنية في إطار الأمن المجتمعي وسط تعدد طرق الاستهداف التي نتعرض لها، ولعل أطفالنا أكثر المتضررين من هجمات غسل الدماغ التي لم توفر حتى ألعابهم لتجنيدهم واستقطابهم وتشويه مخيلتهم البريئة. بهذا المحور رح يكونوا ضيوفنا الأستاذ محمود خشاب وحضرته خبير المتفجرات بقوى الأمن الداخلي، وشرفنا بعد ما حصلنا على إذن المدير العام لقوى الأمن الداخلي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا. ورح يكون معنا على الخط كمان المقدم جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بالأمن الداخلي بقوى الأمن الداخلي، وكمان دكتور أحمد عياش كاتب وباحث اجتماعي وسياسي. يا ريت شباب قبل ما نبلش حديثنا مع الأستاذ محمود والمقدم جوزيف مسلم ناخد دكتور أحمد عياش على الخط لننطلق معه بالمقابلة. دكتور أحمد حضرتك معنا على الخط. معك على الخط. أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي باختصار شديد، يعني أنا عندي 3 أسئلة بس بتأمل أنه نختصر فيهم. كيف مركب دماغ الشخص اللي بيقدم على عملية انتحارية أو بحط حزام ناسف بهدف قتل الأبرياء وما بيخاف أنه بالصدفة أحيانا يكون حدا بيخصه بيناتهم؟ اولا خلينا نتفق انه مفردة غسل الدماغ منها كلمه طبيه صحيحه بقدر ما البرمجه الفكريه هي الكلمه الصائبه اكثر، وهؤلاء فعلا يتعرضون لعمليه برمجه فكريه طويله الامد يؤثر على اساسها على المزاج الانسان وعلى هواجسه وعلى خوفه وعلى امنياته وعلى رغباته. نعم. مما يجعل هذا التراكم الكمي من الأفكار عبر
فترة زمنية تجعل من الأنا الفردية الخاصة بالمرء أن تذوب في أنا الجماعة أو في أنا القوم المنتمي إلهم هذا الشخص بطريقة أنه يعتقد أن بفنائه يساعد على خلاص الآخرين كمجموعة، خاصة إذا كان الحالة النرجسية بالقوم، إضافة لحالة النرجسية للأفراد عندما يشعرون أنها مست بالأذى وصار في نزيف نفسي عند هؤلاء الأشخاص ككل، هذه الأنا الجماعة اللي فيها الأنا الفردية تماهد فيها يصبح الموت ما عاد موت حقيقي بمعنى الغياب بقدر ما هو جسر عبور من مكان إلى مكان آخر. بس كيف يتلقى إنسانيا أحيان موت أحد أحبائه أو أقاربه بانفجار من هالنوع؟ هؤلاء إذا كانوا أشخاص عقائديين وخاصة عقائديين يؤمنون بالموت والعالم الآخر وحياة ما بعد الموت، لا يعتقدون بفناء الشخص بقدر ما يعتقدون انتقاله من دار الفناء إلى دار البقاء. طب عندي يعني هل هالشخص قابل للعلاج أو هيدي فكرة مش واقعية؟ هؤلاء ليسوا بالضرورة مرضى، هؤلاء عادة أشخاص يعني موجودين بالشعوب من اليابان إلى الشعب العربي إلى الشعب السوفيتي لما كان عم يقاتل الألمان. هذه المسائل ما تسمينها حضرتك انتحارية، إن لا يعتقدون بانتحاريتهم، هم يؤمنون باستشهاديتهم. ونحن في بحثنا كتابنا الانتحار نماذج حية لمسائل لم تحسن بعد عملنا دراسة مفصلة عن الموضوع، فتبين لنا أن هؤلاء بانتحارهم يستشهدون. مسألة من أبتعن عن هؤلاء الأشخاص إرهابيين أو غير إرهابيين، لست هنا لأقيم. بس قصدي أنه مين برجع المنطق لهيدا الدماغ؟ يعني المنطق هو منطق كل فرد له منطقه الخاص وكل مجموعة عندها منطقها الخاص. هن كمان بيتسابقوا على هيدا المسألة، يعني بيعرضوا نفسهم، هيدا كمان شيء بيخوف أكتر. صحيح، هؤلاء يعتقدون بقربهم من الرب ويؤمنون أنهم أبطال ويؤمنون أنهم بهذه الطريقة يكسبون الرب في السماء ويكسبون المجد والخلود في الدنيا. سؤال أخير دكتور، هل أي شخص معرض لغسل الدماغ هيدا أو للبرمجة اللي عم تقول عنه؟ طبعا بأي عمر؟ خاصة الأشخاص الذين لا يتمتعون بحصانة نفسية ومناعة نفسية وطنية، وخاصة الأشخاص الذين ليس عندهم أي شعور بالعلاقة الجيدة مع الآخرين والانفتاح الآخر. أنا بشكر كثير المنغلقين بالطويل. طبعا بشكر حضرتك على وقتك وعلى إجاباتك القيمة. خلينا نرجع للاستوديو الأستاذ محمود خشاب. أستاذ محمود، حضرتك خبير تفكيك متفجرات. لما اخترت هالمهمة كيف كنت عم تفكر؟ يعني أنا بلشت تقريبا بالعام 1984 بعز الحرب اللبنانية. وبأثناءها يعني كنت الخبير المتفجرات الوحيد اللي تقدم على مديرية قوى الأمن، يعني واشتغلت بالمهنة نظرا للظروف اللي كانت تعيشها البلد ووطني. وكنت شوف يعني على التلفزيون سيارة انفجرت هون، سيارة كذا انفجرت هون، فكان عندي نوع من الاندفاع والشجاعة وشو اسمه. بس هو كيف المشهد بيكون؟ يعني لما بسكروا الطريق انه في اشتباه بسيارة او في اشتباه بمتفجرة، الكل بيهربوا، لحالك بتفوت. مشهد هيك كيف بتحس فيه؟ يعني الاحساس بالشعور اول بالمراحل الاولى، يعني طبعا بيكون في رعشه الخوف، في ملكي بالشخص كخبير متفجرات. انا دقيقه كمرحله اولى، يعني انا عم اقول لك يعني باول مره وثاني مره كنت خاف اكثر من المواصل، لكن وصلت انا لمرحله فيها صرت يعني صارت عندي يعني مهنتي شغلتي هاي. بس هيدا المطرح استاذ محمود دفعت ثمن غالي فيه. واجبي خبرني. بس انا كنت بقوم بواجبي تجاه الوطن. لو قاسي هيدا الحادث اللي بتحكي عنه، بس بدي الناس تعرف قيمه الاشخاص اللي بتقدم حالها للبلد، قد ايه غاليه بعيوننا كلنا، قد ايه شو ما عملنا لها قليل. بدي بتحط الناس بالجو يعني لو هيدا الشيء بيوجع، الحادثة اللي صارت معك أو كم الحوادث اللي صار معك أثناء أداء مهماتك؟
يعني انا الحادثه صارت معي يعني كانت موضوعه عبوي بعتقد لي انا كانت يعني بالنهايه لان انا كنت عم بقوم باعمال عم باذي المخربين اللي كانوا عم بحطوا هالعبوات وهالمتفجرات يعني بالشوارع باثناء انا عملي اللي كنت عم يعني مقصود ومستهدف كنت؟ كنت انا المستهدف. نعم انا كنت المستهدف شخصيا لانه يعني الدوريات اللي كانوا قاطعين الشارع باثناء بهذيك المنطقه نعم قالوا لي انه انتبهي يعني هذه العبوه يعني عبوه لاسلكيه عبوه يعني مش عبوه يعني مؤقته لانه قربوا عسكر عليها وشافوها بالاول قبل ما اوصل عنها. وليش اصريت تفوت لك يعني؟ نعم ليش اصريت تفوت؟ اذا هي لاسلكيه شغلتي انقاذ المواطنين وانقاذ الناس وانقاذ عملي هيدا. ما في كلام بينقال بهيك محل بصراحه، يعني ما بيعرف الشخص كيف بده يقول لك، كيف بده يقول لك انه بيقدر هذا العمل اللي عم بتقوم فيه. يعني نحن يعني فخورين يعني فيك وبكل الاشخاص اللي بيحموا امننا. الله الله يخليك. وبدي يعني اقول بس انه رغم الاشياء اللي فقدتها، يعني رغم مشكله الاطراف ورغم الاشياء العمليه بالعين، ما تزال عم بتقوم بالمهمه نفسها. انا ما زلت بعملي، انا كخبير استشاري، انا ما لكن في ظروف انا شوي بعدتني عن جو الارض اللي تعرضت لك لاصابه بنظري وعم بتعالج من وراها وان شاء الله ارجع على الارض سلامه قلبك. خلينا ناخذ المقدم جوزيف مسلم معنا على الخط. مساء الخير كولونيل. مساء النور. انا بدي فوت حضرتك يعني يمكن شفت الشهيد الحي خينا محمود. الله يخليك سيدنا الله يطول عمرك. نحن كمان بنحييه. بدي عن جديد بدي كنت اسالك اذا شفت شوي الفيديو، في اشياء بتخوف. يعني انا سؤالي انه هالفيديوز اللي منتشره على اليوتيوب وعلى الانترنت شو ممكن ينعمل لتنضبط، وليش احيانا تختفي فجاه واحيانا بترجع بكثافه؟ بتختفي فجاه لانه في ناس بتشكى وبتبعت تقارير للموقع اللي حتى مثلا مثل اليوتيوب، كان اجهزه امنيه او كان حتى مواطن متضرر، يعني اي مواطن فيه يبعت اي تقارير وبترجع لانه من الصعوبه السيطره عليها لانه في اشخاص كمان عم يرجعوا يحطوها. فهذا صراع دائم وملاحقه دائمه لهذا العمل، يعني صراع اذا بدك حتى صراع الكتروني ولكن على بين الخير والشر. في اشخاص عم بيحاولوا انه يشيلوهم، في اشخاص مستمرين انه يحطوهم، فهيدي من الصعوبة انك تقدر تلغيها كليا من المواقع. يعني رغم الشبكة العنكبوتية قديش بتفيد، قديش وسعت المعرفة والانتشار بالعالم، ولكن فيها سيئاتها، من هيدي من السيئات. بس في مخاطر حقيقية من وراء هالشيء. المخاطر اكيد، خاصة مثل ما فرجيت لي، يعني في اذا خاصة المراهقين او الاطفال اذا كان عندهم حشرية ممكن وصارت في اضرار معينة كانوا فاتوا مش لانه عندهم قضايا او عندهم كمال عقيدة، بس حشريه. اذا طفل عنده حشريه ونتيجه انه بيلعب كثير على البلاي ستيشن قادر انه يفوت وبلش انه كيف يصنع امبلي وبحاول انه يصنع امبلي وممكن تفقع فيه او تعمل اضرار يعني ادي لاصابات وموت او اضرار بشريه او اضرار ماديه. وصارت كثير هيدي كان بلبنان او خارج لبنان. صارت بلبنان؟ نعم صارت بلبنان، يعني منهم صار في اضرار ماديه، وهون نحن بنحذر يعني الاهل، هون ضروري توعيه الاهل ومراقبه الاطفال، مراقبه اولادهم، يعني الاولاد العشره تسع سنوات او اكبر شوي شو عم يعملوا على عبر يعني على الانترنت. نعم وضروري جدا، والتوعيه توعيه انه هيدي منا لعبه، هيدي يعني هيدي قاتله، يعني عمل قاتل ويعني ومدمر وليس فقط قاتل. يعني بس انتم كجهه امنيه، يعني كيف فينا نطمن الناس او نحن نطمن انه نحن فعلا مش معرضين مباشرة إذا هيدي الفيديوز انضبطت؟ يعني لحد قد ايه فينا نقول إنه تضبط؟ قد ايه بالمية؟ يعني ما فينا نحدد بالمية، يعني هيدي دائما يعني حتكون موجودة، ولكن دور الأهل ملاحقة أولادهم خاصة هي بالأهل والأولاد. بس في عندك الناس اللي ما عندهم أولاد، يعني بالمبدأ ما في خطر داهم علينا حاليا، خطر داهم لأنه هي أساسا موجودة، ولكن هلأ المحيط الموجود فينا اللي عم بتصير بالمنطقة ممكن توعي أكثر عند الشباب، ونتيجة الانفجارات عم بتصير خاصة المراهقين ممكن يحاولوا يقلدوا أو يتماهوا مع الأمور. أنا بشكرك كولونيل، وعلى أمل أنه يكون عنا هيك تعاون حتى عربي إذا بدي أحلم أنه نضبط هيدي الأمور عنا بعالمنا. كنت عم تضحك لما قلت هالحكي. نعم كنت عم تضحك لما قلت تعاون عربي.
تعاون عربي يعني. حلم قوي ما هيك؟ حلوة. حلم عالي. حلم الحلم العربي. حلم عالي. نعم. نحن عنا بريك أو بنكفي؟ نحن عنا بريك. أنا بتشكر كثير حضورك معنا الليلة وبدي أقول إنه بنتشرف كلنا فيك. الله يخليك. وأهلا وسهلا فيك. أهلا. ويعني وربنا يكون مع كل الأشخاص اللي مثلكم.